وهنا في مصر سجلت أسعار الذهب صعودا بقيمة 4 جنيهات تقريبا عقب زيادة سعر أونصة الذهب عالميا لتسجل 1314 دولارا كما ذكرنا في الخبر السابق، ويعتبر ذلك أعلى مستوى في 8 أشهر. وسجل جرام من عيار 21 651 جنيها ليعاود الذهب الارتفاع مرة أخرى عقب يومين من التراجع. وسجل الجنيه الذهب صعودا ب 31 جنيها ليبلغ سعره 5123 جنيها. وتأتيكم الآن لوحة العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري لنتابع معكم شكل الأسعار لهذا اليوم. اليورو 20 جنيها و17 قرشا، الاسترليني 23 جنيها و8 قروش، الريال السعودي 4 جنيهات و70 قرشا، والدرهم 4 جنيهات و79 قرشا.